السلام عليكم ورحمه الله. البارح انا في الدار ديالي ان شاء الله دخلت، عيط لي الكونوريل ديال القوه المساعده دهنا اللي مكلف بالرميلات، جا ما بين القصر السعودي والقصر ديال حسن نصر الدين، قال لي الحاج العافيه راه وصلتكم للقصر ديال نصر الدين. طلعت انا كان زبار العافيه مدوره بالقصر كامل. المشكل اللي عندنا وهو واحد الباب عندنا النزاع عليها، هذه سنين هي هذه الباب هي اللي كتشوفي اللي كتشوف هذه ككمنا كانوا كدخلوا الكاميونيس اول مره ما كانش يوقع ديك الحريق في هذا الشيء، الخساره ديال القصر ديال نصر ديال حسن نصر الدين ما كانش مره كانوا يدخلوا لي بومبي ريزال مطافي كانوا يدخلوا ويفكوا المشكل، ولكن حنا عندنا نزاع ما كاين حتى مشكل، ولكن تما الحيط الحيطه وانت كتشوف ما كنقدروا شيء. سيد الولي الله يجازيه احسن جزاء وقاف بمعنى الكلمه، لانه من يعني ما مشى فحالته قيل انا مشيت نصلي الفجر في 6 الصباح وخليته واقي واقف. كنشكروا الوقايه المدنيه، كنشكر القوه المساعده، كنشكروا الامن الوطني، كنشكروا هاد الناس اللي وقفوا معنا بالصح، لو ما كانوا شي هما كان غيمشي هذا القصر. العرفه دارت به دار، انت كتشوفها ما كذبناش، كل شيء قدامكم. العافيه دارت من كل جهه، وعاد كاين فحال بوم كيطل في الشجر. يعني ديك السيد كيدرا في الشجر في الراس ديال الشجره كنشوفوا العافيه. السيدات ديك النخل حتى هما مشاو. هذا هو المشكل، كاين ما كانت هذه الباب محلوله. شني عطيت الاقتراح انا ديالي، قلت لهم هرسوا ديك الباب الرئيسيه، ها انت الشام هرس الحديد. باش دخلنا الكاميونيس باش نقدنا القصر. لا ما كناش هذا، ولكن داتنا 3 ساعات. غير الباب باش قدرنا باش نهرسوا الحيط، والسيد الوالي حاضر. والكونورين محاضر وكلهم حاضرين وكنشكرهم بزاف لانه داكشي اللي عملوا معنا الله يجازيهم احسن جزاء. سيد الولي انا كنقول لك مشيت نصلي الفجر وهو باقي واقف في الباب ديال الداخل ديال القصر، وعاود في 10 الصباح كان هنايا، هو باقي وقيل هنايا الا ما كنتش انا ما قالوا لي الناس اللي باقي موجود هنايا. وكنشكرهم لان نقدوا كان الا ما كانوا شي الوقايه وقفت بمعنى الكلمه كان وصل حتى القصر بتكاريس، كانت حتى هي غتمشي وكان يقدر يوصل حتى القصر تدنا، ولكن بالعزيمه ديال السيد الوالي وتدخل جاو من العرايس الله يجازيهم بخير، جاو من تطوان، جاو من المضيق، القوه رجال المطافي، يعني عملوا مجهود جميع المجهودات، والبركه فيكم والله يجازيكم احسن الجزاء، اللي عمل شي حاجه